السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر ده فيديو عصب هلك أنا جدا ونسينهم وا كان هلك أنا شو عرالي هلك أنا شو جنوا إيش بيت دوا وا مجال إسطنبول هلك أنا وحنا كوكا بندونا إن شاء الله برمامج كان وحول يا حي سجارة برامج كان وحول كوبي هاي سؤال أورا ما بدنا سؤال هاس ضد بدن دامش أنا شو جو صومالي أه ومجال ده إن كلا كل ماي ولي برت أنت هاجنا هاي سو سؤال سؤال أيام ودين دونا إن شاء الله سؤال سيينا كتشوا بدونا إذن كان هو سؤال إني نافع عيسى عادي يا يا وما ستداوش هذا المقال كان وحلا يا هاي سؤال سود وهذا دلني رأي دكتور حتى بعدين قفقو جهر يا سؤال شو إذن شرف يا كرامو ما شاء الله أبو أنجزي ها ولا الغالي هاي ولا كور المجال ده إيوه بل إيش بيت ده إيوه ما شاء الله ها برضو ولا ماشى إيش بيت ده واحد لو بحيس ماري ده سانكو أو مين جسانا هو صواعي وكل حجري مين جسانا مين جسانا وها واحد يصير واحد محي طلع لقد إلى ولقد شرف يا كرام ولا الغالي هندو الكورة فرحت بيت هاي قناة كاغا سؤال هني نعيدو ويديسو ها هاي ولا أبغى نجلس سؤال شكو هذا كويدينا يوحي تهاي مجال إسطنبول آياتي بل محاد كلاك كلون تاي نرش إسطنبول محاد بل سلادة هاي مركز وطن كسر تقطيع حد محاد كأم سنة دو مركز تميد أعرف كلاك كلون تاي أردو ما شاء الله نرش إسطنبول دتكو وحلا أردو واسكو على إسكو عارك تماهن وفا فكرة دو كايس تا دو نعسيهين دنو وديدين وين همان دنو نعسيهين مركز هندو الكورة يعني سيد دتك هذا ما أنت ما كمشي إنه تاجنا هاي دتك غار حاجة وصعودا غار حاجة وصعودا غار حاجة وصعودا سيد أكل شيء بيقف بده بيعدوا ذن وكل شيء ده. أنا مركا ما شاء الله أدوان ولد عي عند الكورن يا هي وودن عند الكورن يا في عن وودن أي دستين ضد كعند الكورن سكلا. يبغى واحد هاي بقول سنة جميس كتيرة. بعدنا سيدا أو دستين. بعدنا سيدا أقرب. صدق سنة كبعد بعد الخيرات فاضي لسه ضحية. وعم كورن صدق سنة كبعد الخيرات فاضي لسه ضحية هذا لسه سي أيه سبعين نقطة هنا. يروح تكرر دم والله جاي ماني هالك الناس كوي ما أنتوا إلى تاي. ما شاء الله. فهمت؟ مركا عن قرنا صدق تشتيب عنو كذا عنو قانو إنه وكا سؤال كره حساسي يا ربعنا كويديو شرف يا كرام بل اسطنبول دوت كو مركي يمادان وحلا ولا تهريبا ما اديك ما بورصدا لا كو خيرخيرانو ما صوتا ام كو سوتينا مس واد جوغرا تا ميشان وا ابو انجسني ما دو ما سنت هاي نجو هورتا نفتي ايغا قالي ميل هلك انا دغنا ان ادرو دو هاي صبح ولا بورصدا يا كاميرا ديده مركا دبر سو سارتو ابو انجسني ما شفتا كو جنا بي دهان حدا وحا ربا ان كو غورو حافظا فوق اندغو سببتو واي تاي قفكي عركه و خليه حدا قف لا غراني انا هاي ابو انجسني ما شفتها ما بيحي ربتها إن هذا ربتها نقوم الصعودة هاي وحي سلاكين وسي صعودة وودعي لسا وودعي لسا خير الله سي ولا المعارف نفرة خير وسي صعونا بكوس إبت ميشا ويقيهين ما قرر نسان ما كان نقوم الصعودة من التعريب يهدان تعريبنا دي أنا فارس كوها يو برنامج كذي دي بترد على كبت يوتيوب كتير غنوة وحي تاي ودن كا وقرن صيرو تانا وكتب عند مقرن شنو يتم بري ودن كا كل نولاتي ودن كا سينا سيرسم يقول نولان كيف دين أي معني ولا صحيح دين بس هي عادية مركا أنا ودن ما ملا ملا صمر ملا يوم صارت هذي بعد دوت هاجن مركا واحد كله ولا الغالي سؤال شهادة بقول ما حسن تاي وكل إرادة تتكلم فرصة تسي إن شاء الله يا كرام يقول سام سودو أبو أنجيسي هذه هذا كان جمعة علنا إن شاء الله برامج كسان ونقص السعداء قف كل أي سؤال ودين دونا سؤالها قد بمهم مهم وإحنا ولا كلا فائدة دونا يا سوقلية سودو ما قاعد يشك ما قاعد يقول على أصلاً أو كم يعبر علي ما شاء الله علي كسودو برنامج كي نجوع على عن صعدالك عن قوة هاي مجال إن هرت واحد كويدينا يا سؤال إن مركز تمديد وطن كان إسطنبول ضد فكرة ذيك كلا هستان مركز فكرة أول جهة استقام إن ضدك ما عرفت يصير كلا دعاء كلا هذه تانك محاك أم سنتة هذا أنا كبرصد ما تنسى سأقول لك نه مركز صحني يا إن ما عرفت وحلا كلا دعاء هذا جيت كمرة وكلا جيب سيبو سيدا إن ما كتهريب ككور سيدا لقيا تهريب كا مسمى كتير تعلن يلا تهريب مسمى سلا
dhalinyarada wax barashada adiga kamid tahay horta ma sha Allah wadanka maali maada qaar deegaan sheena u maadaan qaar wax barasho u maadaan qaar inay si baxaan u maadaan haddii qofku juskiisa saale qofna macnaa qof walba waxa uu soo socdaa ee mowduuca uu maado wadankan qaar baxaan way jiraan wadankan waa laga baxay hor qofada ka bixin dabcan ay ka bixin taa ay taqaan adiga kanifterka ka siisay fanaaniin ah ma sha Allah dabcan ayna way joogan dabcan way laabteen nin walba qof hamigiisa waay qofkiina wax barto oo maada qofna taariib oo maada beema soo labada way jiraa waa laga taariiba waxna waa laga bartaa qarna way degan laakiin adiga dhalinyarada wax barashada kamid tahay miya macna ani waa caadi u degan caadi u degan tahay ma sha Allah walaal waa kaaga maad cilinaya labada su'aal bisayaan ku weydiinayay dadkana fursada siinaa ma sha Allah sidoo kale aad iyo aad ayaad u maasan tahay walaal barnaamijkeena halkaas ayuu nooga sii socdaa su'aalo muhiim ah oo dadku u baahan ayaa weydiin doonaa ma sha Allah haddana waxaan weydiineynaa masar naaji ayaa naaji soo dhawo maasaa noo yar fur ku bilaabay magacaaga soo dhawo magacay waa naaji abdul rahman salaamay asxaabta inuu kanaaji u arale waxaan leenahay welcome to bool adu lafta kaagu waa ku maasan tahay magaalada waa ku dhawahay su'aal ayaan ku weydiinayaa naaji bal ka waran markaas loo barbar dhigtid wax barashada wadankan iyo wadankeenii aad ka timid maxaasa kala kulanta wadankan wadankan walaahi waxyaalo badan cilmigiisa waa bad hay inta anigu aan ka ogahay ma tahriibiisa waa arkaa hay markaas saa wadanka ku timaad adiga irsaaqad ka raadinaysa waa arkaa waa maqlay irsaaqad baa adiga laga dhexraadinaya adiga irsaaqad laga dhexraadinaya hay kii dadku ugu dhawaa marku keeno laazim ugu yaraan maalinkaas ka ku soo degtay nolol maalmeedkiisa waa inuu ka yaraa maxaa ugu wacan markaa maxaa ugu wacan in irsaaqad macni maxaa ka wadaa sidee maxaa ugu wacan in irsaaqad laga raadiyo ma wadankii bay ka jirtaa dhibaatada mashaqo la'aan baa wadanka jirtaa mise shaqadii baaba sidaa ahla wadanka horta sida bulshada u baahan tahay shaqo kama jirto oo waa wadan yani suu yurub kala xirneen oo gaar u taagan laakiin wadan dhaqaale fiican leh inta badan soomaaliya shaqo fiican kama hesho wada shaqale maaha laakiin soomaalida timaada iyada iska shaqaysato isku dul nool okay marka sidee baa loogu nool yahay wadanka haduu shaqo oolin ma waxaa jirta dad wax bixiya oo sida cayr oo kale UN oo kale miyaa jirta dadka wax siiya mise qof walba isaga isbixiya ma cayrti qaab u dhigantaa jirta maanta adiga naajuu imaanaysa qof baa la soo hadlaysaa meeshaan joogo hey. qofkii markaa timaada adigu cusubtaa soo maaha aad iyo aad maalinkaas magaalada kalkiciskiisii wareegiisa waa adigu saaran yahay okay marka waxaan ku leeyahy dad baa dadku nool waa saas qalad ayaa lii fahmin inta arkay weeyaan maya waa qof walba xariiftinkiisa waa dhib malahan waa shaqo weeyaan maasha allah naaji labada su'aalood ayaan kuu qabay waan isla joognaa su'aalo badan waan ku weydiin doonaa insha allah soo dhow walaalee magacaaga adoo ku bilaabay meeshan waxaan ku hayaa su'aalo yaryar inaad dadka weydiiyo munir maxamed baa munir maasha allah wadankan meeqa joogtay meeqa sano adiga ilaa 3 sano ku joogtay maasha allah khibrad kugu filan waa leedahay haye ka war markaa wadankaaga joogtay markaa timid halkan maxay kula duwan horta walaal wadankaaga waxaan la ma aqdi karaa wadankaaga aad iyo aad meel walba jirtaa adduunka wadankaaga kugu weynaan markaad maanta timaado kale waxa wadankaaga ku heli karto farxad ku noqon sababtoo ah waxaa ku tahay qof ajaani laakiin haddana wallahi wadankaana lagu soo dhaweeyay haddana dadka soomaalida nahay hadday noqoto waxbarasho oo annagu u joogno kale dadka caafimaadka u yimaada dadka dalxiiska touristiga u yimaada istanbul adiga waxaa tahay miya arday mise arday maasha allah marka ardaynimadaada maxaad ku qeexi lahayd dadka waxbarashada inta u imaanaya oo kale ama raba inay wax bartaan oo kale maxaad halkan fariin uga reebi lahayd ama qurbaha jooga ama wadankii jooga wadanka waxbarashadeeda sidee weeyaan may waxbarashadiisu aad bay wanaagsan qofki waxbarasho u doonay inuu xaggan ka dhigto aad bay wanaagsan tahay haddaad english doonaysa waa lagu yeelaya haddii aad turki doonaysa na waa lagu yeelaya hal sanood luqadda turkiga baranaysan baa kaa okay maasha allah marka hore waxaad baranaysaa luqaddii kadib baad jaamacadda gelaysaa waa lagu yeelaya luqaddaas ka baranaysaa luqadda sidoo fududa kadibna bas maasha allah luqadda waa ku hadli karta samaha luqadda wax yar haa bal hal eray wax igu dheh luqadda bal inaan yara maqlaa rabaa inkastaan dadka oo turkish ka maqlaa qof soomaali inaan hal eray ka maqlo joog sheel oo kale imi waa joog sheel waa qurux badan tahay oo kale waaw joog waa kalmad fiican buu ku dhawaaqay maasha allah waa maas soo dhawo saciid hadd magacaaga loo ku bilaabaya bismillah magaci waa saciid yuusuf cilmi maasha allah aad iyo aad u maasan tahay diyaar muuta inaan su'aalaya kuwa saciid dhalinyarada istanbul ugu firfircoon ayaa kamid tahay sida aan ogahay ama maqaal soo gaaray marka waxbarashadaiyo waxaa ku jirtaan saadiga waxa ugu joogta arrima kale
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشو عن